يا سيدي، مشكلة المركز الشامل فتحت لي مخي. ما بتصدق قديش متحمس. اتصلت من الساعة 6 بجماعتنا، قلت لهم بوجودنا ما بيطلع لكم تسافروا. حملوا حالهم واجوا، وراح احكي لهم كمان شو عملنا امبارح. مرات روق روق روق، شو بك متحمس كل هالقد؟ مالك بالعاده، خلينا نصحصح بالاول. اهدى اخي، الافكار يلي براسي عم بدفشوني دفش لاحكيهم، ما عم بقدر وقف ولا وحده. وحياتك يا اخي، هاي المره انا كتير جدي، انت وساق فيني. ولي ستك اللي عم تدق، هات لنشوف شو بدها مننا. ايه تيتي، شلونك؟ دخيل هالصوت الحلو. صباح الخير يا عمري. انت صباحك فلو ياسمين، صباحك عسل يا ابني المدلل. شو سبب هالعشق من الصبح، ممكن اعرف؟ ايه، ليش انت ما بتستاهل هالحكي؟ انا شو عامل؟ والله كبرت بعيني لما دريت انه علاقتك بهديك البنت الصفرة الماي عامة كانت جدية. شو سبب هالحكي؟ لانه عزمتها لعندي، اخذت اقوالها بطريقتي وحطيتها قدام شوية اختبارات. عن جد مستحيل يمشي حالك معها. كيف ما فهمت ستي؟ ليكي شو بدي اقلك، انت من وين جبتي رقم موبايلها؟ انت شو دخلك بهاي القصة؟ اسمعي ستي، معلش ارجع احكي معك بعد شوي. طيب يا روحي، بنحكي بعدين. طيب خاطرك. تعرف شو بدي اعمل مو هيك؟ هلا بتشوف بعيونك. بدي كسر لك راسك انور. اخي اسمعني، والله القصه مو مثل ما انت مفكر. ولك انت شو اللي عم تعمله؟ كم مره صاروا؟ وحياتك، هذا الشيء عملته لمصلحتك، والا اصرارها لستك كيف كنت رح تخلص منه؟ الحل الوحيد انه تلتقي بمرام، وانت سمعت بابنك كيف حكت معك، صح كلامي ولا لا؟ لك حلو عني بقى. انا كنت معها طول النهار، متخيله هالشيء؟ ما بدي اتخيل. نوران مو مصدقة، أنا رح صير مرته لمرات. طولي بالك، لسه بكير على هذا الحكي. حياة رفيقتي حبيبتي. لو تعرفي شو صار مبارح رح موت من الفرحة. خير مرام، فرحينا معك. مبارح تعرفت على مرة وعزمتني على البيت على الغدا، هي بتكون سته لمراد. قضينا نهارنا مع بعض. لما عرفت إنه في علاقة بيني وبين مراد طلبت تشوفني. والله جد؟ ايه حلو كتير. هي اول خطوة باتجاه الزواج. حياة، عقبالك انت كمان، هالشعور ما في منه وما فيني اوصف لك ياه. متخيلة شي شعور يلي بيحبوا بعضهم اذا كانوا رح يتجوزوا؟ بس انا هالقصة يا مرام ما بتهمني ابدا. انت معقول عم تبكي من فرحتك يعني؟ نوران لك حياة، عم تبكي لأنه فرحانت لي. عن جد قديش قلبة طيب هالبنت. تركي البنت بحالة تروح على الشغل، مو وقت الحكي. حياة روحي على شغلك، يلا بسرعة. بعتذر منك، أنا لازم أمشي فورا لأنه عندي شغل ضروري. معناتا بنقعد وبنحكي بعدين. باي باي طبوش. تفضلي. ملفات اللي طلبتهم حضرتك. طيب ماشي. تأمر بشي تاني مراد بيك؟ انت منيحة؟ شكلي بيقول غير هيك؟ ما بعرف، بس مبين وشك ما عم يتفسر، كأنه بس بدك تبكي. شكرا على ذوقك وسؤالك، انا رح اكون منيحة. انت كلك ذوق، بس المسألة شخصية. متخانقة انت وحبيبك؟ كأنه قلت لك من قبل اني ما عندي حبيب ابنهم، وانا ما بنقول حياتي الخاصة عما كان شغلي مثلك يا مراد بيك. على مهلك، معناتها عصبك مراد بيك وبهدلك، وانت حابت في الشيخ خلقك فينا مو؟
خير، شو بدك تالا؟ أنا عن جد بلشت خاف على وضعي وسلامة حياتي بهالشركة مراد بيك. أنا آسف. شوفي، عزت بيك وداليا خانم بالشركة هلا، وداليا خانم ناطرة حضرتك بمكتب عزت بيك. طيب، قولي لها أني جاي فورا. طيب قلي، شو أعمل هلا أنا بهي؟ طيب، خلص اعتبرني ما سألت. والله العظيم ما كان قصدي إني ضايقك، أنا كثير بعتذر.